أعزائي الأهل ومقدمي الرعاية في مدرستنا فيريفال هاي سكول، ندعوكم إلى فيديو آخر، وفي هذا الفيديو يقدم لكم تسهيل عملية فهم التقرير المدرسي للطالب. وستجدون في هذا الفيديو عدة جداول يبين اسم الطالب والمدرسين الذي يدرسونهم ومستوى الطالب. في السطر الثاني سوف تجدون اسم الطالب وكذلك فترة التقرير، ما يسمى بالفصل الأول، والمدرسين الذي يدرسونهم المادة. كما ستجدون في هذا السطر أيضا عدد الغيابات أو عدد الحضور للطالب. فإذا وجدتم المرحلة صفر، هذا يعني أن الطالب له دوام كامل في المدرسة. وإذا وجدتم واحد أو اثنين، هذا على عدد الأيام التي غاب فيها الطالب. أعزائي الأهل، في السطر الثالث أو الجدول الثالث ستجدون فيه الأنشطة الإضافية التي يقومون بها الطلاب داخل المدرسة أو خارجها، كزيارتهم مثلا إلى إستر شو. وكذلك ستجدون المستوى العلمي الذي يحصل فيه كل طالب، وهذا يبين لكم الجدول الأزرق، فيبين لكم الطالب درجاته من A to E. مثلا A تعني هي المستوى العالي أو الامتياز في تحصيله العلمي. أعزائي الأهل، وكذلك ستجدون في الجدول الرابع يبين التقرير الفردي لكل مادة يدرسها الطالب في مدرستنا. فمثلا ستجدون في درس الرياضة والهيلث، ما يسمونه بالصحة الشخصية البدنية. أعزائي الأهل، كما ستجدون في الجدول الخامس، هناك يبين لكم خطا أحمر، وفي هذا الخط يبين اسم الطالب والمادة الذي يدرسها وترتيبه في هذه المرحلة. وكما قلنا لكم في السابق، سيبين لكم المستوى الطالب. فأخذنا مثلا في دراسته التنمية الشخصية والبدنية والجسمية للطالب، وفي الخط السفلي منه ستجدون هناك عدة فصول، خمس فصول منقسمة بها من A to E. وهذه تبين أن نسبة 33% من الطلاب الذين يدرسون هذه المادة قد حصلوا على A، وB هو مثل الثاني 33% قد حصلوا على مرتبة B، و44% من نسبة الطلاب حصلوا على C، و13% من نسبة الطلاب حصلوا على D، و5% من الطلاب جاء ترتيبهم في المرحلة الـ A. وفي الخط السفلي ستجدون أو يوضح لكم ماذا يدرس الطلاب وماذا يقومون به في هذه المادة وكيف حصلوا على هذه التقييمات. كما ستشاهدون في الجدول السادس، ستشاهدون الشاشة يبين لكم المستوى الدراسي لكل الطالب أو الجانب الدراسي، ستجدون فيها من O إلى L، وهذا يعني O كما قلنا لكم outstanding، يعني نرمزها ب A to E. وتحته ستجدون المدرسين سوف يبينون لكم مدى هو نشاط الطالب في كل مادة أو في كل درس. فيبدأ من C to R. C تعني دائما، ويوجوالي تعني في بعض الأحيان، وإس تعني دائما يحبون المدرسين لتذكير الطلاب لتقديم ما هو أفضل في اليوم الدراسي. وفي الجدول السابع ويبين فيه تقييم المدرسين لكل الطالب، فتلاحظون ماذا يحتاج الطالب لرفع مستواه العلمي للفترة القادمة، وما هي الدروس التي يستطيعون الطلاب لتحسين وضعهم العلمي. وفي الجدول الثامن نبين لكم إذا كان لكم أي سؤال أو مشكلة لفهم هذا التقرير، يمكنكم الاتصال
أن تتصلوا بالمدرسة على 9604318. كذلك نستطيع أن نقوم بحجز موعد لأي مدرسة قد تشعرون بأنكم تحتاجون إلى توضيح أكثر. وشكراً.